الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله في ثاني ايام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الامير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. انطلاقه شوطنا الرابع عشر الخاص بالحقائق القعدان مسافه الاربعه كيلو مترات، نسير مع هذه الاسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط، بداية مع المركز الأول مع الصدارة أول الأسماء المدشنة للنداء والإذاعة في مسار هذا الشوط. المركز الأول طشار محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري من يقدم من الانطلاقة طشار مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني اللي قادم زاهب بشعار فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل من يقدم لنا زاهب مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى الوصول والتقدم من مجمل جابر بن فرج بن عايض العذبي من يقدم لنا مجمل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر اللي تسلل في هذه اللحظات من ميمنة الميدان مشاهدينا الكرام اللي منطلق في هذه اللحظات من يتسلل من الجانب الآخر مخلاب عبد المحسن بن زيد بن محمد آل بحيح من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس هنا من يتواجد في هذا المسار المميز مشاهدينا الكرام. أرى الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام اللي قادم في هذا المسار، يصل هنا الصداوي راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي من يصل ويتقدم من خلال تواجد الصداوي. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة مشاهدينا متابعينا الكرام الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة مميزة ونقطة ذهبية في هذا المهرجان الكبير مشاهدينا متابعينا الكرام. العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية، صدارة الشوط وما تحمل لنا من تحديات مميزة وكبيرة. مخلاب عبد المحسن بن زيد بن محمد آل بحيح من يقدم لنا مخلاب مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني يتواجد الصداوي راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي من يقدم لنا انطلاقة الصداوي مع المركز الثاني. ثالث الأسماء شعارك يا بن عميران القادم، وأيضا ينطلق مع سلطان فهد بن عميران بن بجاش آل فهيدة من يقدم لنا اندفاعة سلطان، بينما المركز الرابع وصول من طشار محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري، بينما المركز الخامس بن عقيل اللي يتقدم أيضا في هذه اللحظات مع زاهب فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل مع المركز الخامس، خماسية ولا أروع، خماسية مميزة مع صدارة الشوط مشاهدينا الكرام متابعينا ألا فاضل. ولكن مخلاب هو القائد لهذه التحديات، القائد لهذه الانطلاقة عبد المحسن بن زيد بن محمد آل بحيح، ولكن تحركت الشار محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري مع المركز الثاني، المركز الثالث القادم في هذه اللحظات مع ايضا انطلاقه زاهب فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، المركز الرابع يا سلام شوف القدوم، وصل في هذه اللحظات رعد سعيد بن خليفه بن طارش المنصوري يصل في اول ندى في مسار هذا الشوط، بينما اللي تحرك في هذه اللحظات ايضا كيف كاسب بن خليفه بن سيف بن كاسب المسافري يصل في اول ندى في مساري وتحديات هذا الشوط يا سلام. ولكن العوده مع الصداره، العودة مع المركز الأول مع البداية، هنا طشار مع الأمتار الأخيرة بن كاسب المسافري من الجانب الآخر، الله يا سلام. ولكن شوف القدوم، تحرك رعد في هذه اللحظات سعيد بن خليفة بن طارش بن خليفة المنصوري، ولكن الله الصدارة الموج الأزرق، نعم بن كاسب المسافري الله يا سلام، كيف مع البداية كيف مع الصدارة، ولكن المنصوري مع انطلاقة رعد مع الأمتار الأخيرة يحسم الأمور مع الأمتار النهائية في هذه اللحظات سعيد بن خليفة بن طارش
طارج بن خليفة المنصوري يحقق الناموس والانتصار. سلام المنصوري سلام، تهانينا والناموس يا راعي رعد على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل اللي وصل مع المركز الثاني كيف لكاسب بن خليفة بن كاسب المسافري. والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من صامد محسن بن عبد الله بن محسن آل نديلة. والمركز الرابع، المركز الرابع وصل زاهب فيصل بن صالح ومسلم بن عقيل. والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول مشاهدين الكرام من منجز لسعيد بن عامر بن سالم بن عامر المغيري. إذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر المنصوري بحضور الكبار محققا هذا الناموس والانتصار. أيضا مهدين السلامات إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. التوقيت الزمني 6 دقائق بدون ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن طارش المنصوري، بينما المركز الثاني لما قصر في هذا الشوط أيضا رعد أو كيف كان مع المركز الثاني. 6 دقائق بدون ثواني، 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لكاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من صامد. توقيت الزمن 6 دقائق ثانيتين 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحسن بن عبد الله بن محسن آل نديلة. تهانينا والناموس للجميع. الكلمة والميكروفون يعود للزميل بسام الشمري.